حضرتك متجوز؟ ايوه يا فندم. عندك اولاد؟ الحمد لله عندي بنت ندى في ثالثه صيدله. ما شاء الله دي عروسه. الحمد لله. هو حضرتك دخلك الشهري حوالي قد ايه؟ موجود عند حضرتك في الطلب فعلا؟ طب ايه رايك لو دخلك يزيد 600 دولار في الشهر؟ الحقيقه انا مش فاهم ده ايه علاقته بالقرض اللي انا جاي اقدمه يا استاذ صالح، محمد صالح. يا استاذ صالح لا، هو في الواقع ملوش اي علاقه بالقرض ولا بالبنك، ده بزنس خاص بيا انا. لا الحقيقه انا مش فاهم. افهم حضرتك، هو الموضوع عباره عن شجره. الشجره دي مكونه من فرع يمين وفرع شمال. المطلوب منك انك تجيب كل معارفك واصدقائك وزمايلك تحت الافرع دي. هتاخد على الفرد الواحد حوالي 50 دولار. وشوف انت بقى الدولار بكام دلوقتي؟ كل ده بكام؟ بخمس. يا استاذ انا مش فاهم اي حاجه من حضرتك بتقوله ده ومش مهتم، فياريت بقى نركز ونرجع بقى لموضوع القرض اللي انا جاي اطلبه. ممكن تديني فرصه تانية اشرح لك بشكل ابسط شويه؟ اتفضل. مين اكتر اتنين بتثق فيهم في اصحابك؟ ايمن عبد العزيز رئيس مجلس. لا مش مهم، نقول ايمن على طول. ايمن. ها تاني؟ شريف. تمام. احنا لو تخيلنا ان هنجيب ايمن في الغصن اليمين وشريف في الغصن الشمال، عشان الشجره تكبر وتطرح هنجيب المدام بتاعت حضرتك تحت ايمن. ايه يا استاذ الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طب خلاص بلاش، احنا نجيب المدام تحت شريف والابرة الصغيره تحت ايمن. ندى بنتي. ايوه يا فندم، امال مش لازم تبقى لها مستقبلها؟ هو في حد دلوقتي بيشتغل بشهادته؟ ايه الكلام انت بتقوله ده؟ ايه اللي ندى تحت شريف؟ طب خلاص بلاش، واضح ان حضرتك مش واثق من شريف. اقول لك على حاجه، خلي ندى شمال لوحدها وتعتمد هي على ايه؟ زمايلها في الجامعه. احنا قلنا المدام هتبقى تحت ايمن، تخيل بقى لو المدام جابت شريف تحت منها. انت متخيل المدام ما بين ايمن وشريف؟ يا سلام. ايمن يقوم سخنان وجايب اتنين من صحابه، تقوم المدام كمان سخنانه وجايبه اتنين من صحابها. تخيل حضرتك هتاخد كام على الواحد؟ ايه قله الادب اللي انت فيها دي؟ ما تخليك محترم شويه في كلامك يا فندي. يا جدع انت بتزعق كده ليه؟ مالك؟ انا مش فاهم، انا مش هتعامل مع البنك ده تاني. ان شاء الله يا اخي ما تعملش، انت جاي تستلف وتعمل قرض امسك تنطط علينا. يلا طيب انا همشي بقى. انا مش قادره اتصور اني هسيبك المده دي كلها لوحدك واسافر. ممكن خلاص بقى يا حبيبتي بليز، لو سمحتي ما تعمليش في نفسك كده علشان خاطري. يا اموري، مين اللي هيعمل لك كل يوم الصبح التوست بتاع السمن بتاعك؟ لا طبعا حاجه صعبه جدا، بس تقلقيش عليا. تقلق على مين يا شحط؟ ما هو كل ده من دلعك المافي. وصلتي للحاله اللي هو فيها دي. بس ابو النبي ما تضايق نفسك، هو ما انا بقول لها ما تقلقيش عليا اهو. انت ازاي مش حاسس ان احنا هنسيبه 17 يوم لوحده؟ اه صحيح، مامي ممكن تجيبي لي التيشيرت اللي هو بتاع بايرن ميونخ، اللي هو مش الاحمر، اللي هو التاني بقى اللي بيلبسوه لما يجوا يلعبوا فريق بره ارضهم. لبسك عفريت انت وامك. يلا يلا. طيب عم سيد، يعني بعد ما توصلهم المطار ما تنساش بقى ترجع لي علشان توديني البيت. يا سيد ترجع بالعربيه على المصنع على طول، تجاش في الجاش جنب العربيات التانيه، والواد ده ملوش عربيات. يعني ايه يا بابا الكلام ده يا بابا؟ بابا انت بتعاقبني يا بابا وانا في السن ده؟ هو في حد في السن ده امه بتعمل له سندوتشات سلمون يروح بيها الشغل يا عيل؟ مامي الاغنيه اللي احنا بنحبها. وكمان كان في جده وشنبات. اطلع بره، اطلع بره العربي، اطلع بره. عميل رقم 11 شباك رقم 4. تخيل يا صالح، ابويا تعبان ومسافر يعمل عمليه، يعني كلها ساعات يبقى بين ايدين ربنا. اقول له يسيب لي عربيه اروح واجي بيها ولا حتى فلوس ما يرضاش، يقول لي اركب ترميه علشان تنشف. انا مش فاهم، يعني ترميه ايه اللي انا هركبه انا في الالفيه دي؟ وبعدين ايه اللي ممكن يحصل في الترميه يخليني انا انشف؟ انا مش فاهم، هو ابوك مش هيبطل نتانه دي؟ صالح انا ابويا مش نتن، انا ابويا بيخاف عليا. خاف عليك ايه يا عم؟ واحد معاه الفلوس دي كلها والشيك في بنك ويعمل في ابنه كده؟ اسمع مني، ابوك نتن. الله، صالح انا ابويا مش نتن. وبعدين لو سمحت احنا متفقين ما نهزرش بالاهل. طيب خلاص ما تزعلش، ابوك مش نتن يا سيدي، ابوك معفن. الله صالح يا عم، بهزر معاك ايه يا عمور؟ هوبا الحق الموز ده. اوه الحق 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 البطل ده. يا تفيق بتمسك نفسك، مش كده هتفضحنا. يا ابني عليا. مش مركز يا ابني. صالح البوعه كده راحت؟ هي راحت. اه بس انت هتمشي كده في البنك؟ مش طب اعمل ايه؟ الشفة. بتعمل ايه؟ انا شايفها ازاي؟ تعالى شوف البتاعة دي. ايه ده انت ذكي قوي يا صالح.
برافو عليك والله. طب معلش ارفعني لان انا مش هطول دي. لا قرب كده قرب اذن نفسك كده. طب اقول لك اقف على دي. بص صالح انت ازاي ذكي كده، انا عمري دي ما كانت تيجي في دماغي. انت حبيبي معلش صحيح. تمام كده؟ مبسوط كده ها؟ والله حضرتك تالت مرة أخش رقيب المنظر ده، وكل مرة أقول له عيب يعني. اتجوزوا يا أخي، اتجوزوا بدل ما أنتوا عاملينه في خلق الله، ده مش منظر أبداً. نور يا أستاذ صالح بس بالهداوة، لأن البانجو ده جاحد قوي. جاحد على مين؟ عيب عليك يا عم مجداف. على فكرة أنا ماليش في البانجو، أنا بس بشربه كده لما يهفني الشوق عليه. مش عادي هيهفك الشوق قوي عليه. روح. لا 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 لا، أنت عارف يا صالح أنا ما بشربش في الشغل. يا عم ده خفيف خالص، وشغل إيه؟ إحنا خمس ساعات ولا ست ساعات ونخلص، امسك فك فك. يا عم أنا أبويا لو عارف إن أنا بشرب هباب ده هيشلوحني. يا عم عليك وعلى أبوك، أبوك مسافر، فكنا بقى، امسك. انت متاكد انه خفيف؟ طيب جدا ملوخيه، انت طلعت بلاستيك يا عم مجداف. زي ما بقول لحضرتك كده بالظبط، انا بسال على قروض الاستثمار قصيره الاجل. ها انا هقدم على الخرض ده وبعدين افتح محل حلواني مخبز كده صغير في الدقي. الاوراق ايه؟ ناشف شوية بس. أستاذك ممكن تطفى وتجيب كوباية مية من التلاجة اللي وراك دي بعد إذنك؟ مية؟ ما أجيب لك غدا يا أخويا أحسن. بعدين يا صالح يا صالح. أنا كلمت فتحت. الراجل عنده حق يا صالح، ده ضيف عندنا. أستاذ وائل يجيب لك مية ويعني. إيه ده؟ ده ضيف عندنا يا صالح. في إيه يا جماعة؟ إيه ده؟ معلش أصل أنا البنطلون مبلول وأنا ما بنشره بس عشان ينشف. بقول لك استاذ انا هعمل ميه لصالح، اعمل حضرتك ميه معايا هنا. وايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ هو ده مش بنك محترم؟ اشرب وكم. انا هروح بقى اقعد هناك عشان انا دقيقه بالظبط وههبل. يا لهوي. أمور حضرتك عايز حاجة؟ عاوز حاجة؟ ده تالت مرة بتسألني السؤال ده. معلش اسفين أمور. عايز أفتح محل مخبوزات وعايز أعرف إيه الأوراق المطلوبة بالظبط. تقول لي اسم المحل إيه؟ مخبوزات نجوى. معلش سؤال بس، اشمعنى نجوى؟ اسم أمي. بعتزي بالاسم ده. بس يا عم بس يا عم حضرتك اكيد اكيد يعني عملت دراسه نجوى على الام. طبعا طبعا حضرتك بقى في محل المخبوزات ده هبيع سميد وبسكوت محشي نجوى. لا 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 لا، في حاجه مش طبيعيه. انتوا مش شايفين ان انتوا زودتوها شويه يعني ولا ايه؟ الصراحه انتوا شاربين حاجه انت وهو يا فندم. هو احنا لو مش شاربين انا البس كده. يا نهار ابيض. وبعدين بقى وانا ما اوريش غيركم في البنك ولا ايه؟ مفيش اسبوع يعدي غير لما يجيلي من وراكم كارثه او مصيبه. والله العظيم يا فندم انا ماليه دعوه، المره دي صالح هو اللي غلطان. ايه؟ انا اللي غلطان يا عمرو؟ بس العميل قال ان انت كنت قاعد معاه طول الميتنج بالبوكسر. فندم التكييف كان ساقع جدا والبنطلون مبلول، يجيلي برد في فخادي مثلا؟ تتهزر ولا ايه؟ شفت بقى؟ وهو اللي حرق البنطلون وضرب جهاز الانذار وهو اللي غرق المكتب. خلاص خلاص يا صالح مش موضوعنا. المهم انت بقالك اكتر من سنتين في البنك ولسه ما تثبتش، ودي كانت اخر فرصه ليك عشان تثبت. لو ما ثبتش المره دي يو ويل تيك اوف، هتسيب البنك. نعم
مش معنى ان في البنك. طبعا عشان عمرو ابوه شريك في البنك وصاحب مدير البنك. ما هي ماشيه كوسه. لا مش عشان الكوسه يا صالح، عشان الهباب اللي انت هببته في البنك النهارده ده، غير العميل اللي انت ضربته من اسبوعين. ما هو اللي مد ايده الاول. بلاها الخناقه يا سيدي، اعتبر عشان خاطر الاجازات اللي انت بتاخدها على حس خالك اللي مات. خال انت مالكش خلان اصلا يا صالح. اسكت بقى اسكت بقى، ما عندوش اصلا. انت مالك انت اكذب يا غبي. تكذب انت؟ ايه الشرف اللي عليك ده يا اخويا؟ قول الحقيقه، ما عندكش. وانت مالك انت؟ بس في ايه؟ انت تتخانق قدامي؟ احترم نفسك انت وهو. احترم نفسي؟ جرايه سامي مالك بتتكلم عادي انت كمان. سامي؟ سامي. امال ساميه؟ انا هسكت له. شوف يا صالح، مش معنى ان احنا كنا زمان مع بعض في الجامعة ان انا هسمح لك تتكلم معايا بالطريقة دي. انا هنا اسمي الاستاذ سامي، مدير الادارة اللي انتوا شغالين فيها هنا. ما جيتش تعينت هنا بالفهلوة ولا بالواسطة، عشان كده انا هعتبر اللي انت قلته ده زالة لسان وهفوتها المرة دي. لكن لو اتكررت تاني قسما عظما ساتخذ ضدك كل الاجراءات الرسمية وهزعلك. هزعلك يا صالح. يلا كله على مكتبه. صباح الفل يا شباب. اتنين مشبرين يا زقرو. هنايا احلى اتنين مشبرين لاحلى شباب. اتفضلوا اتفضلوا كده، حسابكم 200 جنيه. ها زيرو ما بينساش. صباح الفل يا رجاله. جبين هنا يا زيرو. هنايا احلى جبين لاحلى شباب. اتفضلوا مولعهم. نبى كابتن الله يخليك، مش عايز تبات على الارض. ها احترموا المكان. ها شباك مرلوله، شباك مرلوله. ممكن شوكولاته يا عم زيرو؟ شوكولاته وعم زيرو؟ انت فاكر يا ابني نفسك جاي سايبر بجد؟ قوم يا انت طالما النضارات ده من هنا امشي اتكلوا على الله. روحوا ذاكركم كلمتين ولا روحوا اعملوا اي حاجه. يلا انت قوم من هنا. استنى يا ده انت غاد ابن سايب باطو صح؟ اقعد انا شايف فيك مشروع شابه. حاضر اقعد العب وببلاش كمان. حاضر. جبات مرلوله، جبات مرلوله. زيرو ابو صالح حبيب قلبي معايا حاجه حلوه قوي قوي. الله يخرب بيتك انت مش قايل لك ورق شويه وخف؟ هتروح فيها لوحدك؟ بروح فيها لوحدي ليه يا اخويا؟ انت فاكر ال 3000 جنيه اللي بتاخدهم كل اول شهر دول من السايبر بس؟ لا اصحى فوق. جراد انت هتفيحني ولا ايه؟ ايه ده وريني كده برشام. انت مش قايل انك بطلت برشام؟ بطلت تعاطي، لكن انا دلوقتي اتجار بتاع ده. حلو قوي. وايه اللي حلو قوي؟ واحد ودينا في ده. الله يخرب بيتك. بقول لك ايه، خف رجل شويه، عمرو زمانه جاي ولو جه هيتجنن علينا. يلا يابا انت من هنا يا ابني. يلا يابا اخويا هنفتحها يا ده. يلا يابا سلم لي على سايب باطو. ها وقول له يغسل باطو. حاضر. يا سلام. ايه رايك يا روايح الزمن الجميل هف هفي وخدينا للماضي وسحره الخفي؟ اسمها ايه الاصطفه دي؟ شركه الكهرباء. وانا اقول فولتها لي عالي. ايه يا جماعه؟ صباح الفل. صباح الساعه لسه 10 يا جماعه، انتوا قافلين بدري ليه؟ على فكره احنا كده بنخسر. ينفع الكلام ده؟ ينفع. تعالى بقى اقعد جنبينا، ما بنخسرش ولا حاجه. بعدين انا قايل مليون مره يبقى في باسكت جنب كل كنبه. ايه الاهمال ده؟ اوعى اوعى. احنا عملنا كام النهارده؟ 70 جنيه اهو بنخسر. ما هو لما كل يوم نعمل لنا 60 و70 جنيه يعني ما بنحصلش في الشهر 2000 جنيه يبقى بنخسر يا صالح. اهدى اهدى بس، امسك امسك الصبح. ما تبقاش كلام فارغ بقى. يا جماعه احنا عاملين السايبر ده علشان نجيب فلوس. انا كده اقسم بالله ما هجيب حتى ثمن الاجهزه اللي انا دافعها. اهدى عمور اهدى، فلوسك هترجع لك وزياده ان شاء الله. زي ال 50,000 جنيه اللي قلت لي هتشغلهم لي في البورصه بقالك سنتين وبرضه بتقول لي هترجعهم لي. جرى يا عموره، ايه بقى كده فلوسي وفلوسك؟ هنصب عليك انا ولا ايه؟ صالح مش فكرة كده يا صالح، انا ابويا كل يوم بيمرمط بكرامه الارض عشان الفلوس دي. بعدين يا معلم احنا من ساعه ما اتخرجنا بنعمل مشاريع وبنخسر فلوس. طب اعمل ايه؟ مش بجرب، يمكن حاجه تلفق معانا ونقب على وش الدنيا وتستقل بقى على ابوك. فكك بقى من حواراتك دي، خلينا نلعب ماتشنا على رواقه. حواراتي انا برضو. اقول لك العب، ادي الدراع لعمك عمرو خليه يلعب. يلا يا حماد العب. بس يلا يلا هتلعب. عم زيرو حبيب قلبي، ايه انبسطت؟ اوعى تقول لي دراعك اتمعلقه. صباح الفل يا بيه. صباحك ابيض. الا الماتش خلص كاف كام؟ بيت تنسيش تجيبي احلام وهند وكماليا عشان عندنا بكره بطوله. ايه ده؟ ما تركزش.
هو ده بجد اللي حصل؟ ده بجد ولا مين دول وكانوا بيعملوا ايه جوه؟ كانوا بيلعبوا ماتش. وانا سايز رجاله ماتش ايه اللي اتدفع فيه الفلوس دي كلها؟ اصلهم كانوا بيلعبوا مالتي. صباحو صباح الفل. ايه اللي وصلنا للمرحله دي بس يا صباح؟ ايه اللي وصلنا للمرحله دي بس؟ فيلم ايه؟ الارسنال. اتفضل. ايوه يا استاذ سامي خير؟ اهلا. انت كنت عاوزنا؟ لا ابدا مفيش، كان في فيديو بس لسه جاي لي مش عاوز اتفرج عليه لوحدي، فقلت اتفرج عليه معاكم. يا ابن اللعيبه هنا؟ ايوه هنا وفي اي حته، انا ما يهمنيش. انت يا بنت مش بطلت الافلام دي من زمان؟ مش الافلام دي، ده فيديو صغير كده بعتهولي بتاع الامن، عاوز اتفرج عليه معاكم. ماشي يلا. شوف يلا بينا. ايه رايك كده؟ ايه ده مين دول؟ والله ده انا كنت بربط رباط الجزم. بص بص تعالى. ايه بقى ده؟ كنت بربط الفرده التانية. طب وكده؟ لا كده بيتفس الكاوتش، مفيش كلام يتقال، ما هما فردتين جزمه. استاذ سامي انا هشرح لك كل حاجه. لا لا ما تشرحش وما تبررش حاجه. زي ما انت شايف يعني انا بضحك واخد الموضوع هزار يعني. ايوه هو هزار اصلا. ايوه انا خدت بالي. انت عارف انا امبارح مروح الساعه 11 بالليل. على بقى ما غيرت الاربع فرق واشيل في دي وادي في دي. مش قلت لك هفعله؟ زي الاول. انت مرفوض يا صالح. تضحك يا عم. مرفوض؟ طب انا اترفضت لوحدي ليه؟ الواد ده ما اترفضش معايا ليه؟ لا عملت له لفت نظر. يعني هو لفت نظر وانا اترفض؟ فير على فكره انا ما فسدتش عجل، يعني انا كنت واقف جنبك بس. سامي انا ما بهزرش. سامي اسمي الاستاذ سامي. اتفضل روح اعمل اخلاء صرف وسلمه للاداره، بعد كده عدي على الحسابات خد بقيه مستحقاتك، ده لو لسه ليك مستحقات، لاني خصمت ثمن الكاوتش. يعني انا بجد اترفضت كده فعلا؟ ايوه. طب انا اسف. تتاسف على ايه ولا ايه؟ انا ترفضني انا يا ولد حيوان؟ انا ترفضني يا ابن الكلب؟ اقفل الباب يا ابني، اقفل الباب. يا صابونة يا وسخ، انت سكر بسميك ايه في الجامعة؟ يا صابونة يا وسخ. انا هرجع بقى لأستاذ نزيه واقول له على انت كنت بتعمله على افلام السكس اللي طلع على السيستم. نزيه بيه؟ نزيه بيه؟ استناني يا وحسين، استناني. انا اترفد؟ صابونه يرفدني؟ ماشي ماشي يا تهدى بس ما تطفورش الموضوع. لا انا مش ههدى ابدا وعمري ما هتراجع عن القرار اللي احنا اخدناه، استحاله. انا جاني فيه شكاوي كتير قوي، انا سمعت مره انه حاول يتحرش بمدام رشا. ايوه مظبوط فعلا يا فندم. يا ريت تكلمها كده وتسال عنها، لانها هي بقالها مده ما بتجيش البنك. كلمها كده وقول لها اي حاجه. طب ممكن تديني خمس دقايق جد؟ خلاص ارفضه. ما انا رفضته كده كده، انا عايز اتكلم معاك بخصوص ملف السكيورتي سيستم. يا سيدي اتفضل. بص يا فندم، نظام السكيورتي الجديد
الناس اللي هتركبه محتاجين 9 أيام عمل ابتداء من بكره، وبعد كده يحتاجوا يوم كمان عشان يجربوا فيه الاجهزه الجديده. المشكله بقى يا فندم ان اليوم اللي هيجربوا فيه الاجهزه الجديده دي السيستم فيها هيقع عندنا كله لمده 2 ساعة. وايه المشكله؟ لا طبعا مشكله يا فندم، بقول لك السيستم هيقع، يعني مفيش نظام امن، يعني لا في كاميرات مراقبه ولا اجهزه انذار، حتى الجهاز متوصل بالاسم كل ده مش هيشتغل. عشان كده انا بقترح ان احنا نبلغ الاسم باللي هيحصل بحيث ان هم يبعثوا لنا قوات تامن البنك. ونبلغ الاسم ليه؟ احنا مش عايزين فضح ولا جرسه ولا شوشره، دول 2 ساعة، يعني محدش هيحس بحاجه. ايوه يا فندم 2 ساعة، ودول مش قليلين، كمان الخزنه يوميها هيبقى فيها 15 مليون جنيه، وده مبلغ كبير ما نقدرش نتحمل مسؤوليته لا انا ولا انت. اسمع، احنا نسلم الفرع الرئيسي للبنك مفاتيح الخزنه يوم تشغيل النظام الجديد عشان نامن نفسنا. اللي تشوفه يا فندم. هو ده هيحصل امتى؟ الخميس 24. الخميس 24، اعتقد ده تاريخ ميلاد مدام رشا، اتاكد من داتها واقول لك. اسم الله يا فندم، اسم الله، الله اكبر. هذه ايدك يا ما، هذه ايدك يا فندم. ولما صرنا 10 سنين ولكم كرمال عيونكم كبرنا الجائزه وضعفنا وصارت 2 مليون دولار. انت بتعمل على الموبايل ايه يا ولد؟ انا ببعت للاغا. اغا؟ انت بتعرف اغوات يا ولد؟ مصطفى الاغا يا ماما بتاع بطريقه الحلم. يا ابني بطل الهبل اللي انت فيه، مضيع فلوسك على المراجيح وشويه على المشاريع الفارغه وشويه على المسابقات اللي لا بتكسب ولا بتربح، وفاكر نفسك فهلاوي يا ابني. انت هبل وريالتك تملطش. هو جلب وموز دوس في منه في التلاجة ولا خلص؟ والنبي ما في التلاجة الا دمك يا بعيد. انا نفسي كده تاخد بالك من شغلك وتركز وتسيبك من الهبل ده كله، شغلك اللي هيعيشك. لا شغلي ايه بقى يا ماما؟ انا مش رايح البنك تاني. يا لهوي يا خدتك في ابنك يا رجاء، يا دي الشيله ويا دي الحطه، رحنا على جمل وجينا على بطه. واحده واحده بس يا حاجه، بطه ايه وجمل ايه؟ انا اشتغلت انترنت بانكينج. نعم يا روح امك، وده يطلع ايه ده؟ يعني هو هشتغل من البيت يعني عن طريق الانترنت، عن طريق بقى الموبايل واللابتوب وكده يعني. وعلى كده هيدوك فلوس؟ لا كروت شحن. اكيد هم هيدوني فلوس مش شغل يا حبيبتي. انا اول مره اسمع ان في واحد يقعد في البيت زي النطة ويلعب على الموبايل ويقبضوا فلوس. الدنيا اتغيرت دلوقتي يا ماما، يعني دلوقتي شغال على النت وان شاء الله مرتبي هينزل اول كل شهر على الراوتر. الميزه بقى يا ماما في الانترنت ده ان انا هاخد مكافاه في عيد راس السنه الماليه. لا مدام راس السنه الماليه يبقى ربنا يجعلها هابي نيو يير عليك. يا صالح يا صالح، ما تقوم تفتح عشان تكمل شله المعاتيه. بالراحه، بيوت الناس ليها حرمه. طب خلي بقى اللي خايف على حرمته تترمل يكلمني ولا نص كلمه. يا صالح في ايه؟ خير؟ جايبنا على ملا وشنا. ايه ده بس عشان موجود؟ ايه ما جوه؟ يا حضرتك خش يا عم، في ايه؟ خش. السلام عليكم، ازي حضرتك يا طنط؟ اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله وشك منور بدر. قمر قمر يا طنط. الا قول لي، هو ابوك لسه حرامي بياكل مال الغلابه ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما اصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ ميرسي يا طنط، كتر خيرك، تسلمي. يلا يلا بينا، خش خش خش. يلا نخش. ايه بس ثواني بس، صندوق طبيخ الحاجه. ده انا جعان قوي والله. يلا اسود، انت بترمي السيجاره في الارض؟ عايز تولع لي الشقه؟ انت فاكرها الزريبه اللي انت عايش فيها؟ جرايا ام صالح. انت ايه ام صالح دي؟ هو انا الخدامه اللي بتنضف لكم البيت؟ ليه ماليش اسم تناديهولي؟ جرايا صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت. لو النبي ما تسكتش، خش عليا. عايز تضربني؟ جرايا ام صالح في ايه؟ ما تضرب انت. الله خلاص يا صالح. خلاص صلي على النبي يا صالح. انا ساكت عشان خاطرك انت. خلاص يا حاجه صلي على النبي، بس معلش ضيف برضه. وطي. لا هنضرب بالقلم. وطي. لا وطي هات السيجاره. حاضر. ايه انت بتديها لي؟ روح ارميها في الزباله. روح ارمي ارميها في الزباله. خلاص 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 ماشي يا صالح. خلاص بقى معلش، خش اجري على الاوضه، اجري على الاوضه. يلا انت اتجننت يا صالح؟ عايز تسرق البنك؟ يا ابن اللعيبه يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحه دي. مصلحة ايه يا متخلف؟ يا عم المصلحة دي طلع لنا بالميت 60,000 جنيه. 60,000 جنيه ايه يا زيرو؟ واحنا رايحين نسرق ابو حيدر بتاع الشاورما. يا عم سيبنا احلم. البنك يومها هيبقى فيه 15 مليون جنيه. يا نهار اسود ومنيل، 15 مليون جنيه؟ لا
ده احنا نعمل نمره ونغب على البنك واحنا كفيلين بيها. انتوا كفيلين بيها، انا مش هعمل كده. صالح انت عايز تسرق؟ عايز تبقى حرامي؟ انا ما قلتش سرقه، قلت هنستلف. عمليه استلاف. يعني انت عايز تقنعني ان احنا هنرجع الفلوس دي للبنك تاني؟ لا طبعا يا عمرو، احنا حراميه يا حبيبي. احنا هنستلف ال 15 مليون، هناخد منهم 10 ونقسمهم علينا كالاتي: انا 4 مليون وكل واحد فيكم 3 مليون. بس دي مش قسمه العدل يا نجم. تمام، خد انت بقى ال 60,000 وايه بقى من الحوار ده. لا خلاص، انا راكب معاك في ال 3 مليون خلاص. هيبقى كام يا عموره؟ 5 مليون نحطهم وضيعه في البنك، هيطلعوا لنا نص مليون جنيه في السنه، نرجع للبنك فلوسه خلال 30 سنه. هيبقى معانا كام؟ ال 5 مليون الوديعه نقسمهم علينا بالعدل: انا 3 مليون وكل واحد فيكم مليون. ليه يا نجم؟ انت واخد كام؟ 3. ودي مليون يبقوا كام؟ 4. وانا واخد كام؟ 4. يبقى اسمه العدل ولا لا؟ سلامتك. شفت بقى؟ ولا انت البنجو بتاع عم مجدف لحسك دماغك. انا اسرق بنك؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، انا اسرق بنك؟ لا 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 لا، انا مش هعمل كده. لا لا عمور يا حبيبي، احنا هنشغل البنك فلوسه ويبقى معانا فلوس، فلوس بجد مش فكه، ونعمل مشاريع ونكبرها. ونكبر السايبر. خليك معايا بس. طب انت مش عايز تستقل عن ابوك؟ ها؟ ومعاك عربيتك وفيلتك بملك الخاص، تنزل السوق وتعمل مشاريع وتكبر وتنجح، وابوك يشوف نجاحك بعينيه ويتضايق ان انا نجحت من غيره ويتشل مثلا. المهم بس دلوقتي يا نجم، هنسرق البنك ده ازاي؟ ايه؟ بيقول هنسرق. اسم الله عليك. بيقول هنسرق. اسم الله عليك. ده سوقي، ده اسمها استلاف، عملية استلاف يا زئرو. حاضر يا نجم. هنستلف البنك ده ازاي؟ لا معرفش. تعرفش ايه يا نجم؟ يعني احنا قدامنا لغاية بكرة، هفكر فيها وانتوا برضو تدوروها في مخكوا كده. انا مش هدور حاجة في دماغي ومش هسرق بنوك. بشورك. بس انت اللي اخترت يا صاحبي وعرفت سرنا. طالما عرفت سرنا يبقى لازم السر يندفن معاك. هو هيموتني؟ اقروا، اتجننت ولا ايه؟ امي بره، ما ينفعش هنا. خدوا بقى ممر البوسطة انت ويجا من مغاوري. الله يرحمك يا مغاوري. صالح، هو الحيوان ده ممكن يقتلني بجد؟ انا ما اضمنوش، ده حرامي ممكن يبقى قتل قتلة. معانا ولا تونس مغاوري؟ لا معاكو. لا تونس مغاوري. لا 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 معاكو خلاص. لا تونس مغاوري. خلاص قلنا معاكو بقى. خلاص خلاص عم زقرو. لا يونس مغاوري. ما خلاص بقى. خلاص كده اتفقنا. ها، بكرة نتقابل عندك في الفيلا. عند مين في الفيلا؟ عندك انت يا عمرو، مش قلت ابوك مسافر؟ صالح مش هينفع. صالح انا ابويا لو جه وعرف هينفخني. خلاص نقعد هنا بقى وامي تسمعنا وبلغ عننا. لا 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 خلاص عندي. ليه امي بلغ عننا؟ لا 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 خلاص بس عندي. بس انا خلاص بقى عندي في الفيلا. لا امي بلغ عننا. ما خلاص بقى اعمل لنا قفله. يا سلام. انت استأذنت من مين يا متخلف انت قبل ما تنزل البول؟ خلاص يا عم ما تزعلناش. الله اللي قول لي ادعى ابوك. بعدين هنا على طول. ايوه يا ابني بيتنا. يعني انت هاد عمرو، انت وابوك وعيلتك كلها بتصحوا تشوفوا النعيم ده كله؟ لا لا يا عم، ابوك قاعد قد ايه بره؟ 15 يوم يا زقر. حلو قوي قوي 15 يوم دي. جيب هنا بقى ايه قاعده عربي وهنا شوايه عشان ايه هو اللي حلو؟ ايه هو قاعده عربي وشوايه ايه؟ بص يلا، احنا متجمعين في الفيلا انا وانت وصالح علشان مش هينفع نتجمع في بيته عشان امه، فما تزيدش بقى وتعمل حسابك انك هتقضي بقيه عمرك هنا. خلاص يا عم. الله، احنا قلنا حاجه؟ اقعد يقول لي تقضي معناتك وحياتك والكلام ده. اقعد ساكت بقى، اقعد ساكت. ايه إيه بس في ايه؟ صالح انت اتاخرت ليه يا صالح؟ وبعدين انت مش هينفع تسيبني مع الواد ده كتير. ما هو قاعد بنقف في ميه في حاله، هو عمره ما عملكش حاجه. دورت الحوار في دماغك ولا ايه؟ دورته. وشكلها كده يعني في خطه. حلوه. بس اطلع لي بس الميه عشان نعرف نتكلم. طب ثواني بس، ثواني. صالح هو بيعمل ايه؟ زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ لا لا زيرو انت بتعمل بيبي في الميه. بقول لك لا مش بيبي. ما لو مش بيبي يا صالح تبقى انيك. اطلع يا حيوان، اطلع يا حيوان من الميه. خلاص يا عم ما تبقش فينا كده. بعمل بيبي في الميه. اهو بيعمل اهو بيبي في الميه. انت بتعملها ايه في الميه؟ بس بقى انا طلعت ساكت بقى. ما بيشربوها، هي بقت ورد. ده مقزز يا اخي، ده كان مقزز. بقول لك ايه يا عمرو، عشان خاطري استحملوا شويه بقى، عايزين نستحمل بعض. صالح انا ما عنديش مشكله معاه،
اتفضل يا سيدي. بص اتفضل، لابس ايه ده؟ انا لو مربي سيد قشطه ما كانش هيبقى مقزز كده. ما انت برضه الواحد ليه طاقه يعني. ادافع عنك